بالك في ساعتنا الأخرى نلعبوا على 1200 دينار كاش في الزلقة الفالقة ونمشي يكون بحذنا ضيفنا لو شانتور دوبيرا انترناسيونال هيثم الحذيري. زاد في بونتو لا 6-2 تدخلوا للباج نتاعنا تلقاو الكويز بونتو لا 6-2 شكون الملاعب التونسي تو كنا نسميه منهم برشا شكون الملاعب التونسي او شكون الفريق اللي يلعب فيه امين بن عمر في البطوله السعوديه اهلي السعودي اهلي جده السعودي هما الاجابات الكل صحيحه تدخلوا تحطوا لي كومونتير نتاعكم تربحوا كارد ريشارج من اهداء بونتو لا 6-2 فوالا دونك زاد نفكركم 72328600 الكنيوتا نتاع لو 1 فيفري تنجموا تربحوها اذا كان وصلت 1,500,000 سينو تنجم تكون فيها 100 200 300 انت وانتم والزهر نتاعكم وتوكا اليوم فيها 1200 دينار كاش في الزلقه فالقه تنجموا تفرجوا فيه يجي بالك برشا ثقافه عامه تنجموا تربحوها على الباج راديو ماد تونيزي في لي فيديو لايف توت سويت يجي بالك يجي بالك. السؤال الاول في يجي بالك حاسني دخلت ديريكت في صلب الموضوع في اي يوم من ايام شهر رمضان بدات حرب اكتوبر بدات في رمضان حرب اكتوبر وين نتاع مصر حرب تشرين الاول كي هي معروفه في اليوم العاشر مثلا نهار 10 رمضان 7 رمضان ولا 8 رمضان يجي لبالك 7 رمضان غلط يجي لبالك 10 رمضان ليه وما احلاها كال عجبتني كيف قال زاد من بعدين يجي لبالك اي اي ظهر من بعد لمنا اسمع اما فما فازه ثم غنية على تشرين تعجبني على الأخ شو بيشبهك تشرين شو بيشبهك تشرين مش ملحمزين شو اسمه الآخر جوزيف عطية معين شريف معين الشريف معين شعبين يا كم يبلغ عدد الخلفاء الراشدين ساهل سؤال هذي يعرفها أمير هذي نعرفها المعلومة في مزيد ما يجي لبالك أربعة برافو برافو هذي نورمون عسي زوز بونتو عليه زوز نطلع ما غير واحد أربعة باهي القلب 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 في صمامات صمام الأمان كم عدد صمامات القلب 4, 5, or 6 يجي لبالك 6 غلط غلط كهو يزي زهر 4 4 برافو ومين هذي كوات كور القلب كيما نقول لك كوات نوف نجوزو طلعت الفوز هذيك سوق عكاظ جاهلية معروف على الاخر كم يوم كان يا توم معروف على الاخر كم طوله كم فيه من نصبه سميلي نصاب سميلي اللي يبيع الحمص في الباب نتاع سوق عكاظ شو اسمه اللي يبيع اللبان في سوق عكاظ معروف على الاخر سوق عكاظ كم امشي كم حاسسكم كل جمعه نمشي نقضي في سوق عكاظ والروى كم يوم كان يدوم سوق عكاظ في الجاهليه صار سوق مش يدوم برشا هو امشي كم يوم 10 20 30 يوم يجي بالك 20 في الوسط 20 يوم معروف عكاظ يا خلطت علي خاطر عو وكاذ خلطت علي 10 ايام عو و10 كاذ يبدا مكتاذ معي كم مترا يبلغ ارتفاع اعلى قمه في العالم نعرف هذه بالحق يجي لبالك لحظه قمه نتاع بنيا برج خليفه اللي هو اعلى قمه في العالم هو جبل نسخال على حاجات مبنيه في بالي برج خليفه اللي هو 840 حاجه يجي لبالك اعطيني الاقتراحات قانون اللعبة يقول هك انت عطيتي جيل بالك ما فهمت السؤال على غالب ما تقولش جيل بالك 8300 متر ركز 8850 متر 9150 متر 8850 متر جبال الهيمالايا برافو ليه ابدعت لا ابدعت قريتها في شنو ابدعت يا بنتي راه عباد قاري انا معاك نلعب ماما شبيك هي عجبك يجي لبالك قد ايه توقيت ونتيجة 3 سنين اللي كنتي وسؤال السادس ريتها الريمونتادا هي اللي عملتها ايش طلعوا انت امير هذي حاسس امير من هو الامبراطور الذي حرق روما نعرف هذي بالحق نعرف اعطيني في نابليون نيكولا ولا نيرون يجي لبالك نيرون برافو نعرف اعطيني ذكرني انت اعطيني الكلمه الاولى برك انا بدي نعرف
4-2. اللي بعده اللي بعده بعد المينوت هاش دي يظهر لي 4-2، 6 أسئلة. النتيجة لمين هلال؟ كنت 2 بلاش ولا كنت الدنيا تدور راهو لو كارما هذيك رد بالك هذيك الريمونتادا. مينوت هاش دي وراجعين في جيل بالك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مينوت هاش دي. إتيود جديدة فيها نلقاو الأرقام فيما يخص استعمالات ليزابليكاسيون على لي موبيل. دو سيستيم ديكسبلوتاسيون مسيطرين على المارشي دي سمارت فون هما الأندرويد والأي أو إس. البلاي ستور نتاع أندرويد لي تيليشارجمون وصلوا 19 مليار، أكثر برشا من اللي على الأبل ستور داي أو إس اللي هما 7.5 مليار. ومن ناحية لي شيفر دافير، أبل عندها 11.5 مليار دولار لحد 2017 كونتر 6 مليار دو دولار لجوجل. فارق كبير يبين ليماج دابل والبوليتيك بريميوم اللي تخدم بها. الأرقام كي نجمع أندرويد ولا أي أو إس نلقاو 175 مليار دابليكاسيون تم تحميلهم في 2017 وأن شيفر دافير يوصل 86 مليار دولار. الأرقام هذه مرتفعة أكثر حاجة في اليابان والصين. هذه مينوت هاش دي قدمتها لكم من نجم الخياطي. باي باي. مينوت هاش دي نهيدي إن شاء الله خيرة شبيه ولا بنديرة مش تبدأ لي ميسيون هاو جا أميرة جاي البقوع عصيرة مع فنانة كبيرة مش تحور معاه ربي عدي على خيرة مراشد الكورسيها خمسة وخمسة عليها لازم تكزم نحفي الحكاية اللي مش تحكيها سليم سلبي مفهيم برشا فازات مواكب لحدث الكل أكثر من الانترنت وكانك عز بور تونس انترناسيونال عندك دريسة واحدة هي أمين هلال مش تلم هذم الكل لازمك برشا كوراجة هذاك علاش اخترنا خونا رغب في الخراجة. مازلنا معكم في ترنكيلا ومازلنا في الثقافة العامة. 6 أسئلة من عند مروة المعموري، 6 معلومات. كي نقولوا 6 أسئلة 6 معلومات، النتيجة 4 لمين هلال وأنا 2. والسؤال السابع تو دو سويت. السؤال السابع، ما هي اللغة الرسمية في البرازيل؟ جيب بالك بورتوغي. أنا كنت جيب بالك جوستومون شنو نعمل هو أنا كنت جيب بالك ومش نقول بورتوغي زادة لخاطر كلهم يحكيوا إسبانيول كان برازيل بورتوغي شنو الحل؟ أنا كنت جيب بالك قبل احترم قوانين اللعبة يعني. مش مانيش ناخذ اقتراحات بورتوغي باهي برا 5-2 من فضلك مش كلام المهم المستمعين يعرفوا لأن نعرفوا صحيح حتى ما تعرفيش نقول لهم راهو يعرف. لماذا اشتهرت دولة البحرين؟ بالبحرين لا نعرف امشي السمسم الياقوت ولا اللؤلؤ؟ يجي بالك الياقوت غلط اللؤلؤ معروف كان مش يقول الياقوت ليه؟ أمس نعطيك عليش عمل هكا أمس نعطيك عليش معروفة باللؤلؤ فما قناة بحرينية بتعتل في القناة الأولى متاح الشعار متاح تحل كعبة كي تطلع صحيح. كعبة لؤلؤ لؤلؤ شوف ثقافتهم قديش 6-2 في 6 من بكري وانا نربح 8 ايه برا تاكم زي زوزات اللي جاوبهم انت ربحت. يحدث المد والجزر حسب حركه البحر يجي لبالك امشي اعطيني امشي غلط امشي غلط تبرر لي غلط يجي لبالك القمر الشمس الارض يجي لبالك انا نعرف القمر برافو القمر كان يقول حاجه اخرى بعد كده مش هذيك الاجابه اللي كان يقولها معناها انا جيت نقول الارض القمر وبهتتني دا ياخذ كنت في بالي الارض لا القمر معروف وهي طلعت لي بتحركات تاع القمر بالقمر المد والجزر يلا اللي ديجا اخراني اول بلد عربي عرفت طباعه طباعه يجي لبالك العراق بغداد ظهر لي ما نعرفش غالب برشا قالوا العراق ولا اليمن خاطر في الحكاية هذه ديما العراق الأولى في الحكاية. لبنان سوريا ولا اليمن؟ يجي لبالك سوريا لبنان لبنان نحت لك اليمن زدت نحت لك هي قالت لك اليمن لا سوريا ولا لبنان ما نعرفهاش أنا معلوم برشا في بالهم سوريا ولا خاطر لبنان صغيرة ما أول مطبعة في التاريخ يطلع منها لبنان يطلع منها لبنان أنت تطلع خاسر كلا حتى أنت يطلع منك في الخسارة وثق في سلة اليوم أمين هلال اليوم يجي لبالك يجي لبالك كل يوم معناتها كل يوم مش نقول كل يوم اي كل يوم زيدها كل يوم احنا اليوم قد ايه سكور 8-2 انا في اليوم 7-2 في بالك اللي انت جاوبت زوز الاولى صح في 7-2 هما 10 اسئله في ما سؤال الاخرين غالطين الزوز داكوغ فهمتك دونك فوالا هذاك كانت جي بالك نكملوا ديما اني تليفونك شو عملت فيه انت ما شفتو ولا بربي فكرهم بالكنيوتا وكانت نجموا تبرعوا بالفلوس نتاعكم تبرعوا قبيله يا جماعه بحق ما عندي تليفون طيح تليفوني تكسر دونك ما عندي تليفون اللي يكلمني ما يلقانيش نقشت تليفوني مسكر ما يتمزجش عليا علي نضيع عاد خممنا قلنا اللي شربح كنيوتا كان نجم يتبرع لي معناتها اهل البر والاحسان لا ينفدك وشرا مبروك عليكم تكلمونا اليوم تنجموا تربحوا معنا 1,200,000 تكلمونا علينا 70 غير غدوه ولا غدوه هذا كان نجم نعملها 328 500 وان شاء الله تكونوا
من موافقين اليوم راهو تربحوا معنا 1,200,000 سينو نذكروا اللي ضيفنا شانتور دوبيرا وكيسر مديان وفي اختي تونسيه دايوغ نحكيو على هيثم الحذيري جديدو التورنادو فوالا شويه خوش سمعوها حصريا على راديو مات توت سويت الموسيقى ورجعين في ساعتنا الاخرى في ترانكيلا خليكم معنا.